على مائدة الإفطار. اجتمع أفراد الأسرة المسلمة لتناول الإفطار، اجتمعوا حول الطعام الشهي والشراب البارد النقي، الكل ينتظر صوت المؤذن مشعراً بغروب الشمس ذلك اليوم ودخول الليل، ومؤذناً بانتهاء وقت الصيام وبدء تناول الطعام. إنه مشهد من المشاهد التي تهتز لها النفوس وتلتفت لها الأنظار. ما الذي منع ذلك الجائع من أكل شيء يعالج جوعته أو تناول شراب يسد ظمأته؟ ما الذي جعل الشاب الصغير يصبر دون مد يديه، يترقب وينتظر مثل والديه؟ إنها مراقبة الله عز وجل وطلب رضاه، الأمر الذي جعله يضحي بشهواته من أجل مولاه. مشهد رائع جميل عند سماع الأذان الله أكبر، فكم هي فرحة عظيمة تغمر نفس الصائم وقد أتم صيام يومه آملاً ثواب ربه. إنها فرحة الطاعة ولذة العبادة والقرب من المولى سبحانه وكسب محبته. تلك الفرحة تزيد من فرحه بالطعام بعد الانقطاع عنه، ولذلك جاء الوصف النبوي لتلك الحالة وصفاً دقيقاً رائعاً حين قال: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. على مائدة الإفطار يتذكر الصائم أولئك الفقراء والمساكين الذين يستمر صومهم ساعات طوال وأياما معدودات، فهم دائما في صراع مع الجوع والعطش، لا يهنؤون بالطعام وأنواعه، بل قد لا يجدون ما يفطرون عليه. ولذلك جاء الترغيب النبوي بتفطير الصائم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وعلى مائدة الإفطار استشعار وحدة الأمة الإسلامية وهي تفطر في وقت واحد عند أذان المغرب، فكم من الملايين اجتمعوا على موائد الإفطار يترقبون الأذان، لا أحد يتقدمه ولا يتأخر بعده. فهل يوجد دين وحد بين أتباعه كدين الإسلام؟ إنها النعمة العظمى. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً.